السلام عليك يا مولاي على شد ليلة. ليش هالليلة ليش يا زينب؟ ليلة عاشور. السلام عليك يا محزوز الراس من القبا. سلم عليك ومسلوب العمام والرداء. السلام على الشيب الخضيب. السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم. أمن والله من لجا والتجا إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أبا عبد الله كفاني غنى أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركان طغيانها إلى أن قال ولما قضى للعلا حقه وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها ثوى زائد البشر في صرعة له العز حبب القيانها إلى أن قال عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا. يا أبا عبد الله عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانا. تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها وكيف لا تضج الأرض وكيف لا يكون عند كل حجر ومدر زمان.
تعاينت الكمات يختطف الرعب ألوانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبر شجعانها تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها غريبا نرى يا غريب الطفول توسل خذك كثبانها غريبا يا أبا عبد الله على حرارة الرمضة ساعد الله قلبك يا زينب أجرك الله يا زهر هذا اليوم الحسين على البواب في مثل هذا اليوم الحسين على حرارة الرمضة الحسين ملقا والشدر جابر على يقولون الكون قد تغير زينب نظرت ما هو جار في الكون من تغير تحيرت لا تدري إلى أين تتوجه تدرون وين راحت زينب تدرون وين راحت أم المصائب يقولون توجهت إلى نحو زين العابدين أبو محمد حبيبي علي قم وانظر لما هو جار في الكون من تغير قال عم زينب اكشفي لي عن الستار كشفت له عن الستار قال عم زينب اسنديني من صدرك اسندته الى صدرها جعل ينظر ذلك التغير يقولون صفق بيد على أخرى ونادى عم زينب عم زينب عم زينب إن صدق ظني فوالدي على حرارة الرمضة عم زينب إن صدق ظني فوالدي محجوز الراس من الغفا ومسلوب العمامة والرداء لو فرت بدهشة مخدرت حيلة بالكرة يم العليل نقول بقعد وانفرش يمن الشمس غابت وهذا الكون مرجو الأرض يا سور نجمه وحسين عهدي بشوفته بالله بالغار والكون متعطل وظن الفلك ماده حسر وقالها بالبجلت هيجي والنساء كذلك والأطفال كذلك بينما هم في تلك المصيبات
أولئك القوم لم يكتفوا بقتل الحسين ولم يكتفوا بأن عزلوا رأسه عن جسده بل جاءوا وهجموا على مخيم النساء تقول أم المصائب زينب بينما أنا واقفة بباب الخيمة ألتفت يمينا شمالا وإذا بفارس أزرق العين قد أقبل وهجم مباشرة على المخيمات وأخذ في سلب النساء أخذ في سلب الأطفال يأخذ الطفلة فينكف أذنيها هو يأخذ القرطين منها فتفاررت النساء وتصارخت الأطفال وإذا به سلب ما في الخيمة أجمع إلى أن إجي إلى زين العابدين الله أكبر شوفوا هذا الإجرام إجي إلى زين العابدين زين العابدين مريض ملقى على مطعم من الأديم ماذا صنع ذلك اللعين اسمح لي يا رسول الله من رخصتك يا أمير المؤمنين من رخصتك يا زهراء جاء تقول بينما أنا واقف على باب الخيمة أتصور أفكر ماذا سيصنع بنا هؤلاء القوم أبي مقتول أعمامي قتلى إخواني صرعى ماذا سيعملوا بنا هؤلاء القوم أيقتلوننا أم يسلبوننا أم ماذا سيصنعوا بنا تقول بينما أنا كذلك وإذا أنا بفارس وبيده رمح طويل قد أقبل نحو النساء والأطفال فأخذ يكز هذه الطفلة فتسقط على الأرض ويلقى تلك المرأة فتسقط على الأرض ويأتي اللعين ويصم أذني تلك الطفلة ويأخذ ما فيها تقول كنت أفكر ماذا سيصنع بي التفت يمينا شمالا نظراتي على عمتي أم كلثوم بينما أنا كذلك وإذا باللعين قصدني فكلما سرت إلى جانب سار خلفي مسرعا حتى سقطت على الأرض بعد أن ضربني برمح تقول ما أفقت بعد ذلك إلا وعمتي أم كلثوم واقفة إلى جانبي الله أكبر بني قومي بني قومي نذهب إلى المخيم ما أدري ما حال عمتك زينب أخاك زين العابدين النساء والأطفال قومي معي تقول التفت إليها
نظرت إلى عمتي أم كلثوم وإذا متنها قد اسود من شدة الضاق. يعني والربو متنها بالصلاة. فقول أخذت معها أسير حتى وصلنا إلى المخيم. نظرنا إلى المخيم. خلكم الآن قلوبكم نحو خيام الحسين. نحو مخيم الحسين. مخيم النساء. مخيم الأطفال. تقول وصلنا إلى هناك وإذا قد سلبت كل المخيمات. والنساء تتفارى. والأطفال تتصارخ. هذه تنادي عم زينب أين أبي. وتلك تنادي عم زينب أين أخي. فطرت زينب مع من معها من النساء تلتفت متوجهة إلى نحو المعركة منادية أبا عبد الله أين وقفت من على ظهر جوادك. أبا عبد الله سلمونا. أبا عبد الله إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. لو أنا طحت يا مهجة الكرار يا حسين النساء أن تلم الأطفال بينما هي كذلك. وإذا بذلك اللعين نادى في قومه ألا فاحرقوا بيوت الظالمين. الله أكبر. خيام الحسين بيوت الظالمين. خيام الحسين بيوت الظالمين. يقولون حمل النار بيده وأقبل إلى نحو الخيام وأول ما أشعل النار في
سيفك الحسين. وحسينا ومصيبتا اخذت النار تشتعل، اقبلت النساء احاطت بزين العابدين، هذه تنادي ماذا نصنع ماذا نفعل، وهو يقول عليكن بالفراق. فرت النساء فرت الاطفال، تصور الخيام الان، تذكر بلد خلق قلبك هناك، خلق قلبك هناك، تصور شلون الخيام الان تحترق، شلون الخيام تحترق، وشلون الاطفال، شلون الاطفال تتفارر والنساء تتصارخ. الله اكبر. هكذا كان الحسين خيامه، كانت خيام الحسين. يقولون زينب واقف على باب الخيمة، يقول حميد بن مسلم: كنت انظر الى امراه واقف على باب الخيمه، تاره تدخل وتاره تخرج وهي مذهوله، قلت لعل لهذه المراه شيء جميل داخل الخيمه. فاجعه فاجعه الليله عندي في الباحه، ويلي ويلي، لعل لها شيء جميل داخل الخيمه. يقول أقبلت إليها والنار تشتعل، النار تشتعل بالمخيمات، قلت لها أمة الله النار النار، شبت النيران في الريح للفضا يا مخدرة، شبت النيران في الريح للفضا يا مخدرة. يقول فجاء الشمر اللعين مع من معه وهجموا على زين العابدين، فأخذت زينب تدافع عنه وكانوا يريدون قتله، إلى أن جاء عمر بن سعد عليه لعائن الله وأمرهم بأن لا يفعلوا شيئا بزين العابدين، وقال لهم إنه عليم، فأخرجوه من الخيام وأشعلت النار بالمخيمات، ففرت زينب وفرت النساء وفرت الأطفال متوجهين إلى نحو الحسين. Thank you.
ما يقارب من 70 طفل وطفلة من أطفال الحسين أصابتهم النار. حتى أن حميد بن مسلم يقول: شاهدت طفلة تركض قائمة على وجهها مذهولة والنار تشتعل بثيابها. كلما أسرعت خلفها أسرعت. تصوروا أنتم الآن خلفكم أمام المخيم. أنا ما أقدر أصف لكم الأحوال. أنا قاصر، أنا مقصر. نعم أنا لا أستطيع، لكن أنتم تصوروا الطفلة شلون تركض وشلون النار تشتعل في ثيابها. يقول: أسرعت إليها حتى سقطت على الأرض. تقول: يقول أخمدت النار عنها. يقول: شوية وإذا بها التفتت إلي، بعد شيء من الإحساس لأن بعد ما أكو أحد، التفتت إلي قالت لي: أنت لنا أم علينا؟ يقول: قلت لها: لا لكم ولا عليكم. فقالت: يا هذا لا تضربني، أنا يتيمة. أنا يتيمة. الله سعد الله قلب الأمهات اللي يرون عندهم بنت أو ولد يتيم، شلون حالته وشلون يتعطف، وشلون لما تشوفه انت اي ضجر فيه شلون تتألم. هاي يتيمة الحسين وشوفها شلون تتألم. يقول له: يا هذا هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت له: هل قرأت قوله سبحانه وتعالى: أما اليتيم فلا تقهر؟ قال: نعم قرأت ذلك. قالت: أنا يتيمة الحسين. أنا يتيمة الحسين. أنا يتيمة الحسين. يقول: قلت لها: أنا لن أسيء إليك، لا أبحث في سوءا، هل لك حاجة؟ هل لك حاجة؟ قالت: بلى. قال: ما هي؟ الله أكبر، أنا ما أقدر أقول لكم هذا، أنا ما أقدر. نعم. ما هي حاجتك؟ قالت: دلني على طريق النجاة. ليش؟ لماذا؟ طريق النجاة بعيد، مسافة. قالت: نعم، كانت عمتي زينب تحدثنا، نحن الأطفال تحدثنا بأن هناك واحد جد، هذا كافل الأيتام، لكن رحنا سلمان كافل اليتامى. نعم كافل اليتامى، وهو بالنجف، أريد أروح إليه ألوذ بقبره. قال: لا بني، الطريق طويل، لا تستطيعين الوصول، هل لك حاجة أخرى؟ قالت: إذا دلني على جسد ولدي والدي الحسين، دلني على جسد والدي الحسين. يقول: أخذت الطفلة، سعد الله قلبها. يقول: أخذت أتخطى القتلى بها إلى أن جئت بها إلى جسد الحسين. لكن أنا عندي سؤال
نفسها على أبيها أخذت تنادي أبا حسين أبا حسين من الذي فرى وريده وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون أبا حسين من الذي فرى وريده أبا حسين إذا جن الليل من الذي يحمي أبا حسين من الذي أيتمني على صغر سنين سعد الله قلبها سعد الله قلبها بعد نرجع إلى زينب زينب قاعدة الآن شو تسوي في مثل هالوقت تدرون شو تسوي لأن هي خيار ما حد سيوان ما حد كل هذا محروق الخيار محروق يا خيام يا حسين أحسست بأن لبني قد دار فأقبلت إذن أقبلت أبحث عن ولدي لعل فيه رمى ولكن سيدتي زينب انظري إلى ولدي انظري إليه قد ذبح من الولد إلى الولد ومصيبة أخذت زينب تلم العيال والأطفال ليس في خيمة ولا في صيوان إلا وأمس المساء والنهار ما خلت لنا خيار سوى الماضي تلتجئ بالنهار أقبل علي الليل علي الليل وازدادت المحشى
يا الله اقسم عليك بمنحر الحسين المسروجة وحياة مستعدين إلهي أقسم عليك بالدماء السائلات بكربلاء في مثل هذا اليوم المخالفين للمنحر فاجعل ما مرضك على الدنيا الى يوم القيامه. نقسم عليك بمنحر الحسين غير سوء حالنا بحسن حالك. فرج عنا كثير من الاخوه من الاخوات المؤمنين والمؤمنات الذين هم بحاجه الى الدعاء. كثير من المنكوبين، كثير من المكروبين، كثير من الجرحى، كثير من المعتقلين، وكلهم بحاجة إلى أن نرفع أكفنا ونمدها إلى الله ونقسم عليه بحق منحر الحسين أن يفرج كرب المكروبين ويكشف هم المأمومين. أسألكم الدعاء، أسألكم الدعاء جزاكم الله خيرا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع عبادك المؤمنين والمؤمنات. فرج عن المكروبين، فك قيد المأسورين، من بالشفاء والصحة والعافية على المرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من خصصناهم بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم من بلائك بحق النبي محمد وآله الطاهرين، وإلى موتى المؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.